بسم الله، هنبدأ النهاردة زي ما شفنا كده في المحاضرتين اللي فاتوا. بدأنا ندخل على الكورس، عرفنا شوية بيزكس كده في الأول بيساعدونا إن إحنا نفهم شغل السولر، وبعدين دخلنا على الإنفرتر وقلنا هو من أهم المكونات وإن لم يكن هو الأهم في أنظمة الطاقة الشمسية، وعرفنا تمام إن الإنفرتر ليه فايدة مهمة جدا إن هو بيحول شكل الكهرباء من الدي سي المتولد من الألواح إلى اي سي أو تيار متردد يتناسب مع تمام طبيعة الأحمال اللي إحنا بنشتغل عليها كأحمال اي سي. طبعا النهاردة هنبدأ التكست نفسه اللي هنشتغل منه الباوربوينت تمام عن الألواح الشمسية. دي المحاضرة يا شباب التالتة، ان شاء الله نبدا نشتغل واحده واحده. هنشتغل من السلايدز اللي انا بعتها، وهنشتغل من كتاب السولر، وهنشتغل من ان شاء الله الكتالوجات مباشره بتاعه الشركات. انا عايز بس ابدا في الاول تمام اعرف الناس من خلال، احنا شفنا طبعا المحاضره اللي فاتت شفنا ازاي اللوح الشمسي تمام بتيجي الشمس بتحرك الالكترونز، واحنا قلنا بنعمل بي ان جانكشن بالتفصيل، ارجع للفيديو تمام، وبيطلع عندي في الاخير من هذا اللوح بيطلع عندي تمام شحنات كهربيه بتبدا مثلا اوصلها على حمل، لو الحمل ده دي سي مباشره تلاقي الحمل ده لو مثلا لمبه بتشتغل دي سي تلاقي اللمبه دي نورت، او اي حمل تلاقيه ايه اشتغل. وشفنا الاي في كيرف بالتفصيل